صباح الخير واهلا وسهلا بحضراتكم في فيديو جديد. النهارده انا عايز اتكلم مع حضراتكم يعني في موضوع يعني ايه مرض نفسي، يعني امتى اروح اكشف عند شخص محترف زي ما اتكلمنا في الفيديو اللي فات عند دكتور امراض نفسية او عند اخصائي نفسي، يعني ببقى بشتكي من ايه وبناء عليه انا هروح اكشف واطلب المساعدة المحترفة دي. بس ما ينفعش نعرف المرض النفسي بدون ما نعرف الصحة النفسية، ما اقدرش اعرف الشيء الغير طبيعي بدون ما انا اعرف الطبيعي، ما اقدرش اعرف الشذوذ او الاضطراب بدون ما انا اعرف الحالة الطبيعية بتبقى ازاي. ما ينفعش اشخص حمى بدون ما انا ابقى عارف حدود درجات الحرارة من كام لكام. ما ينفعش اشخص ضغط دم مرتفع او منخفض بدون ما انا ابقى عارف الحدود الطبيعية بتاعته من كام لكام، وبناء عليه انا بروح اكشف. في تعريف الصحة النفسية يبقى لازم ان نعرف ايه هي النفس البشرية، وبناء عليها نعرف اذا كانت صحيحة ولا لا. المشكلة في تعريف النفس البشرية انها بتختلط بحاجات كتيرة جدا موجودة بيها. اولا اني ما بقدرش اشاور على حتة معينة في الانسان واقول ان هي دي نفسيته. يعني لما بروح عند الدكتور واقول له ان نفسيتي تعبانة، ايه الحتة اللي انا اشاور عليها اقول فالدكتور يكشف عليها فيها؟ لو انا بطني وجعاني، صدري وجعني، رجلي تعباني، عيني تعباني، بروح عند الدكتور المتخصص بقول له عيني وجعاني فهو بيكشف عليها، بطني وجعاني بشاور عليها بصبع واحد الى اخر هذا الكلام. ايه الحتة اللي انا اشاور عليها فتبقى دي هي دي نفسيتي؟ وبيدخل بقى ما فيها مفاهيم كتيرة جدا، هي النفس دي موجودة في القلب ولا موجودة في العقل؟ لا، القلب والعقل، مش القلب ولا العين. وبيبقى في هذا الجدال يعني في الموضوع ده من ناحية. من ناحية تانية الإنسان وحدة واحدة، جسد ونفس وروح على حسب التقسيمة الفلسفية اليونانية القديمة، وبنضيف عليها كمان المجتمع ولا الأسرة اللي هو عايش فيها، والأربع مكونات دول بيأثروا في بعض وبيتأثروا ببعض، وطبعا بيتأثروا بالحالة النفسية، والحالة النفسية بتأثر فيهم وهم كلهم بيأثروا في بعض. فكل واحد بياخد تعريف للصحة النفسية من وجهة نظره، بمعنى ان الناس اللي ربطت ما بين الجسد والنفس قالوا كده ان العقل السليم في الجسم السليم، وكأن العقل هو النفس. بمعنى ان لو انا عندي اصابة جسدية معينة قد تكون مؤثرة على الحالة النفسية اللي عندي، فبناء عليه انا محتاج ان انا اعالج الحالة الجسدية. واحنا ماشيين في الفيديو هنعرف ان ممكن يكون العكس هو الصحيح، ان الجسد السليم هو اللي في العقل السليم مش العكس. والناس اللي ربطت ما بين النفس والروح، لاننا في مجتمع شرقي بتغلب عليه الافكار الدينية والافكار الروحية والسماويات، فبيربطوا ما بين النفس والروح، فقالوا كده ان الانسان اللي بيعيش في حالة توافق مع الخالق او مع القوى العظمى اللي هو الانسان بيؤمن بيها وقادر ان هو اكيد هيبقى عايش في حالة صحة نفسية او في حالة سعادة. وبيدخل هنا للامانة الطب النفسي، يعني في ابحاث جوه الطب النفسي وبتميز ما بين حاجتين في الموضوع ده، ما بتميز ما بين الحياة الدينية والحياة الروحية، وعلاقة النفس البشرية ما بين الحياة الدينية والحياة الروحية، وشددت طبعا على مفهوم الحياة الروحية. والناس اللي ربطت ما بين النفس والمجتمع قالت ان الانسان اللي هو في حالة صحة نفسية هو الانسان اللي في حالة توافق مع نفسه ومع المجتمع اللي حواليه، مش في حالة صدام، مش في حالة تنافر، مش هو رافض المجتمع والمجتمع رافضه، لان اكيد ده طبعا بيأثر على الحالة النفسية.
فزي ما انتم شايفين في حاجات كتيرة جدا داخلة في الخط، وحاجات كتيرة جدا بتشكل تعريف الصحة النفسية. ولو أخدنا كل مفهوم منهم ممكن أروح بسببه عند دكتور أمراض نفسية. لو أنا أخدت الحالة الجسدية، عندي إعاقة معينة عاملة لي نوع من أنواع التوتر أو القلق، لو أنا عندي أفكار تصادمية مع المجتمع، لو أنا علاقتي بربنا أو أنا ملحد أو أيا مكان القوة العظمى اللي أنا مؤمن بيها أو الروحانية اللي أنا عايش فيها، كل واحدة منهم ممكن تشكل نوع من أنواع السبب اللي هيخليني أروح أكشف. وبيدخل فيها تعريفات كتيرة جدا، زي مثلا الصحة النفسية هي السعادة، أو إن الصحة النفسية هي راحة البال، الصحة النفسية إنك تبقى ما عندكش مشاكل. وبيدخل أفكار كتيرة جدا من هذا الشكل ومن هذا النوع علشان تعرف الصحة النفسية. فليبقى اللي عنده، اللي ما عندوش راحة بال، أو اللي مش سعيد في حياته، أو مش بينام كويس الآن، يبقى هو كمان هيروح يكشف عند دكتور الأمراض النفسية. ففي حاجات كتيرة جدا في موضوع الصحة النفسية، وأعتقد إن أنا هعمل لها أكتر من فيديو علشان نعرف إيه هي الصحة النفسية وإزاي بتعتل أو بتضطرب، وبناء عليه أنا بطلب المساعدة. أتمنى إن حضراتكم تواظبوا معايا في الحلقات دي علشان نساعد بعض. يعني حضراتكم يا ريت تكتبوا لي في التعليقات يعني إيه صحة نفسية. من وجهة نظركم، ولأن التعريف مش حكر على حاجة. صحيح أنا بعد شوية في الفيديوهات التانية هستدل بآراء بعض العلماء وبعض المنظمات والقانون، لكن من حقك أنت كمان تقول إيه تعريف الصحة النفسية من وجهة نظرك، فما تبخلوش عليا بالآراء. أشكركم، وهنكمل مع بعض إن شاء الله تعريف الصحة النفسية. سلام.